السلام عليكم، هنا رجيت مرة أخرى. مرحبا بكم معايا فيديو جديدة وحصة جديدة. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا الصفحة 51 من الكتاب ديال الجديد في اللغة العربية ديال السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. مستعدين نبداو الحصة ديال اليوم؟ عندنا فيها التطبيقات الكتابية، والتطبيقات الكتابية تيكونوا فيها الدروس ديال الصرف والتحويل، ديال التراكيب، وديال الإملاء. نبداو على بركة الله. إذا عندنا أول حاجة مطلوبة منا، أقرأ الفقرة الآتية وأملأ منها الجدول. سنقرأ: الطقس بارد ونار المدفأة متقدة، جلست الحفيدة على الأريكة، واتكأ الجد على وسادة ليحكي لها حكايات عن الأجداد. كانت حكاية الليلة مختلفة عن حكايات أمس. استمتعت الحفيدة بتاريخ بلادها وبطولات أجدادها، فنامت على مقربة من جدها. إذا كان هذا هو النص. سنبدأ الجدول. هو الجدول مطلوب منا أننا نجيب كلمة واحدة مفرد مؤنث، يعني شي كلمة تصلح معها هذه، شي كلمة نجبدوها من هنا تصلح معاها نقولوا لها هذه كذا كذا. كلمة واحدة عاود في مفرد مذكر، يعني شي كلمة نقولوا لها هذا كذا كذا. هنا جمع مذكر هؤلاء، وهنا جمع مؤنث هؤلاء تي ولا هؤلاء. أنا درت لكم صراحة بزاف ديال الاختيارات، أنتم يكفي أنكم ديروا لي وحيدة. إذا في المؤنث درت مثلا المدفأة، الحفيدة، الأريكة، الليلة، حكاية، هادو كلهم كلمات أو أسماء مؤنثة مفردة. صافي، حنا مطلوبنا غير كلمة وحدة. أنا عطيتكم اختيارات بزاف باش اللي ما عرفش ولا اللي مازال ما فهمش. كل اللي نقدروا كلمات اللي نقدروا نديروا معاها هذه، مثلا هذه المدافئة، هذه الحفيدة، هذه الأريكة، هذه الليلة. إذا المؤنث تجي معاها هذه. نجيو المفرد المذكر: الطقس، الجد، الأمس، حتى تاريخ، بلاد، هادو كلهم كلمات كتجي معهم هذا. هذا الطقس، هذا بارد، حتى بارد راه اسم، هذا أمس، يعني هذا تيجي مع المفرد المذكر. يكفي أنني نختار غير وحيدة. الجمع المذكر عطيتكم هنا كاين غير الأجداد بوحدها اللي كاينة هنايا. جمع مذكر كاين غير الاجداد، كاين شي حاجه اخرى، كاين غير الاجداد. في جمع المؤنث كاينين زوج، كاين حكايات وكاين بطولات. هذه حكايات، هذه بطولات، هادو هما الزوج اللي كاينين في الجمع المؤنث، غنختاروا منهم وحده. ندوزو ثانيا: بسيط جدا هذا التمرين، اربط بين البطاقات لتركيب جمل اسميه. وقلنا قبل هذا بأن الجملة الإسمية هي التي تتكون من مبتدأ وخبر. إذن لدينا في الجهة الأولى لدينا المبتدأ، سنحاول ربط هذه البطاقات ببطاقات الجهة الموالية أو المقابلة لنحصل على جملة إسمية يتناسب فيها المبتدأ مع خبره. الصانع المغربي، نقول الصانع المغربي هادئ، الصانع المغربي واسعة، أم الصانع المغربي ماهر؟ إذن الصانع المغربي ماهر. الجو هادئ أم الجو واسعة؟ أكيد الجو هادئ. الساحة واسعة، لأن الساحة اسم مؤنث، إذن الخبر كذلك سيكون اسما مؤنثا. سننتقل إلى التمرين الموالي: أملأ الفراغات بما يناسب كما في المثال. ده لدينا جدول. هذا الجدول ماذا يوجد فيه؟ عندنا السطر الأول مفرد، السطر الثاني مثنى، والسطر الثالث الجمع. بالنسبة للعمود الأول عمروه، عطاو لنا عامر: عالم، عالمان، علماء. هنا غير واحد، هنا زوج، هنا بزاف. المفرد يعني واحد، واحد الحاجة ولا واحد الشيء، واحد لواحد الشخص واحد. المثنى يعني زوج، الجمع يعني بزاف كثر من زوج. هنا عطوني الجمع، عطوني لوحات.
لوحات شنو هي المفرد ديالها؟ وحده. لوحات المثنى تاعها جوج، لوحتان ولا لوحتين؟ حتى الا كتبتوا لوحتين راه صحيحه، غير حنا بما انهم هنا داروا لنا الالف حتى حنا نحتفظوا بالالف نقولوا لوحتان. مزيان. العمود الثاني عطاونا فيها فنانتان، عطاونا المثنى فنانتان زوج ديال الفنانات. هنا مؤنث فنانتان، اذا المفرد ديالها فنانه لانه هنا فنانتان ما قالوش لينا فنانان زعما المذكر، قالوا لنا فنانتان يعني حتى المفرد تكون فنانه والجمع يكون فنانات، جمع فنانات بالتاء المبسوطه اللي تدل على جمع المؤنث السالم. اخر عمود عطاونا نساء في الجمع. شتي هاد النساء ما عندهاش مفرد ديالها من هاد الحروف ديال النون السين والهمزه، ما كايناش مفرد ولا مثنى ديال النساء، ولكن نقدروا نقولوا امراه امراتان امراه امراتان، ما كاينش الجمع ديال امراه امراه هكا امراه نجبدوا منها شي جمع من هادوك الحروف، ما كايناش، داكشي علاش كنقولوا نساء. وكذلك بالعكس كاينه نساء هي اللي كاينه في الجمع، ما كاينش المفرد ديالها وما كاينش المثنى ديالها، حتى نقول امراه امراتان نساء او لا نسوه. فهمتوا هذه الاخرى؟ نساء ما عندهاش مفرد ديالها، نساء حنا عرفناهم هما العيالات، المفرد هي امراه، ولكن من هذوك الحروف ما كايناش، ما كايناش في اللغه العربيه. رابعا اشكلوا ما تحت وسط في النص، اذا في النص الا عقلتيه في النص اول جمله عندنا ما مشكلاش غنشكلوها. الطقس بارد ونار المدفئه تقيده، صافي هذا هو الشكل ديالها ببساطه. ان هكا نكونوا سالينا لا فيديو، نكونوا سالينا الحصه، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. ما تنساوش ديروا واحد جيم، ديما ديروا واحد جيم وخلي واحد التعليق يكون زوين بحالكم هكا. علاش؟ باش هاد لا فيديوهات هادو يطلعوا بزاف تاع الوليدات ويطلعوا بزاف تاع الناس حتى هما يستافدوا كذلك، وحتى الامهات اللي كيراجعوا مع الوليدات ديالهم باش هكا لا فيديو يطلع بزاف تاع الناس. وشكرا على كل حال، شكرا شكرا بزاف 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 بزاف. الى اللقاء.